بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المخلوقين اما بعد تعازينا الحارة لدوك الناس اللي توفوا والديهم ووليداتهم الله يرحمهم جميعا وباسمي وباسم التجار ديال سوق القريعة والحرفيين واصحاب الزرابي والامناء كنقدموا لهم التعازي الحارة ودرنا هذه المبادرة بفضل التجار كاملين تبارك الله راه 75 محل كلها ساهمت بهذا الخير كامل ان شاء الله وكنتمناو لكم التوفيق والناس اللي غيوصلوا عندهم كنتمناو لهم الشفاء العاجل اللي باقي في الحياة واللي مات الله يرحمه الله يرحم جميع المسلمين أجمعين يا ربي ترحمهم الله يلحقنا لهم مؤمنين بان فوق ما يزيد على 120 زربية فوق 120 زربية وكنشكروا الناس كاين الزرابي كاين الأتات كاين الحويج هما الحويج في الميكا وكاين الحصاير وكنشكروا الناس ديال السلطات اللي وقفوا معنا تا هما وساندونا وداروا معنا ووقفوا على هذا الشيء وفقنا الله وجمعنا لهم هذا الشيء كامل تنطلق القافلة بعد غدا إن شاء الله مع المساء مع السادسة مساء إن شاء الله اللهم الناس ديال الحوز الله يتغمدهم بالرحمة ديالو اللهم أسكنهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. وحسن أولئك رفيقا اللهم يا ربي تغمدهم برحمتك الواسعة اللهم أس... أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم والناس اللي مصابين طلبوا لهم الشفاء العاجل اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما